السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هي خامس إن شاء الله تعالى، رح نبلش الوحدة الثانية في كتاب الرياضيات الضرب والقسمة. رح نبدأ في الدرس الأول. الدرس الأول يا خامس هو تقدير نواتج الضرب. نيجي نعرف شو معنى هذا العنوان. تقدير أخذناها هي نفسها كلمة تقريب. تقريب، والتقريب يا خامس بيكون لإيش؟ لأعلى منزلة في العدد. نواتج اللي هو ناتج النتيجة اللي بيعطيني إياها. الضرب هي إحدى العمليات الحسابية الأربعة. عندنا أربع عمليات حسابية: جمع، وبعدين طرح، وقسمة، وضرب. إحنا اليوم حديثنا عن عملية الضرب، وبسموها في الرياضيات كمان خوارزميات العمليات الحسابية. ماشي يا خامس؟ قبل ما نبدأ في هاي الوحدة لازم تكون يا خامس حافظ جداول الضرب، لأن مش حافظ الجداول ما رح يمشي في هذه الوحدة نهائيا، لا في عملية الضرب ولا في عملية القسمة. تمام يا خامس؟ خامس، هلا قبل ما أبدأ بدي أعطيك مثال على تقدير نواتج الضرب أخذتوها في الصف إيش الرابع، أذكرك فيها كيف كنت تضرب مع التقدير. أول عدد 305، هيو هذا مثال بذكرك تذكير في مادة رابع، أخذناها في الصف الرابع. المثال بحكي 305 ضرب العدد 8. ماشي يا خامس؟ تتذكروا شو كنتوا تعملوا؟ بما إنه يا خامس هو تقريب، إذا أعلى منزلة عندنا آحاد، عشرات، مئات، هاي المئات أعلى منزلة. تمام؟ شو خطوات التقريب أخذناها في الوحدة الماضية؟ ننظر إلى يمين العدد. هاي يمين العدد، إذا كان عدد كريم 5 6 7 8 9 يعطيني 1، إذا كان بخيل 0 1 2 3 4 ما بيعطيني إشي. فهذا العدد 0 ما بيعطيني إشي، تنزل الثلاثة وما على يمينها إيش مالهم؟ أصفار. إذا 305 شو تقريبها أو تقديرها؟ 300. ضرب العدد 8 كما هو، ما بنقربه، يبقى كما هو. هذا أخذناه في أي صف؟ في الصف الرابع، بس ما كملنا لسه الحل. شو الخطوة اللي بعديها؟ نيجي على 300، بدنا نحللها إلى عدد نضرب من مضاعفات العدد 10. ما هي المضاعفات العدد 10؟ بدي أعرفها من عدد الأصفار، بما إنه عندي صفرين إذا هي 100، إذا هي عبارة عن 3 ضرب 100. إذا ضربنا 3 ضرب 100 بيعطوني 300. كيف عرفت إنها 100؟ الصفرين لمين دائما؟ للمئة، والثلاثة بتنزل. ضرب 8 ما كملنا، إذا هاي الخطوة الأولى، هاي الخطوة الثانية، هلا الخطوة الثالثة شو بتعمل؟ تضرب العددين اللي نكون حاضرينهم من جداول الضرب في بعض، 3 ضرب 8. طيب يوم نضربهم في بعض مين ضل عندنا العدد؟ 100، صح؟ هلا 3 ضرب 8 كم؟ يلا 24 ضرب 100. صارت المسألة سهلة، لأن احنا في الصف الرابع أخذنا الضرب في 10، في 100، في 1000. نعطينا الناتج، بننزل الصفرين، هيك أخذتوا خطوات الحل. بنزل الصفرين، 24 ضرب 1 24. هاي أخذناها في الصف الرابع، ذكرتك في عملية الضرب. 3 منازل في منزلة، أو منزلتين في منزلة، بنقدرها، نضربها، بعدين بنحللها إلى مضاعفات العشرة، لي إما 10 أو 100 أو 1000، وبعدين نضرب الأعداد العادية الخالية من الأصفار مع بعضها، نضربها برقم 10. حصلنا على رقم 24، نضربه في 100، بننزل الأصفار، 24 في 1 يساوي 24. خامس، إحنا أخذنا تقدير نواتج الضرب. هلأ بدنا نأخذ في طريقتين لنواتج الضرب. الطريقة الأولى نقرأها: الضرب مستعملا حقائق الضرب الأساسية، ورح نطرح عليها يا خامس مثالين، والطريقة الثانية في الدرس اللي بعده. هلأ الضرب مستعملا حقائق الضرب الأساسية، إيش بدي أستعمل يا خامس؟ أعطيك رقم مثلا 247، ضرب منزلي وحدي هون يا خامس، منزلة واحدة، ضرب 8. تمام؟
هلا شوفوا طوات الحل، باجي على الرقم المكون من احد عشرات مئات، اعلى منزل فيه هي ايش؟ هي 2. هلا بننظر الى العدد الذي يقع على يمينها، اذا كان كريم بيعطيني 1، واذا بخيل ما بيعطيني، الاربعه بخيله ما بتعطي، اذا 2 تبقى كما هي. الاربعه والسبعه بتنزل اصفار. تقريب او تقدير ال 247 هو 200 ضرب الثمانية منزل وحدة تبقى كما هي، ما بتتغير، ثمانية وما بنقدرها. الثمانية تبقى هي ما لها تقدير. لاحظ هلا يوم أنا عملت هذا الرقم ال 200، لو قارناه في العدد هذا 247 طلع ال 200 أصغر منه، بتتوقع شو بده يكون الناتج الضرب؟ أكبر من الحقيقي ولا أقل؟ إذا كان التقدير أقل من العدد المعطى في السؤال، أقل منه بده يكون الجواب الحقيقي، الجواب اللي بيطلع معنا أقل من الجواب الحقيقي، والعكس صحيح، إذا كان التقدير أكبر من هذه القيمة بيكون الجواب الناتج أكبر من القيمة الحقيقية، تمام؟ يلا، لاحظ هلا عندنا صفرين بينزلوا، 8 × 2 = 16، إذا 1600 الجواب، سهل الطريقة صح؟ قدرنا العدد الكبير، العدد الثاني يبقى كما هو، وأجرينا عملية الضرب. لا هون انا ضربت لك 3 منازل، اعطيك هلا 4 منازل، مثلا 5207 ضرب عدد يكون من منزلة واحدة، لنضرب في العدد 4، نفس الخطوات، اعلى منزلة ايش هي؟ 5، 5، العدد الذي يقع على يمينها 2، 2 بخيل ما بيعطي، تبقى 5 كما هي. بينزل 2 × 0 و0 × 0 و7 × 0 ضرب العدد الثاني كما هو لا تغيير عليه وما بنقدره. لاحظ الخمس آلاف أصغر من 5207، رح يكون الناتج يا خامس أقل من الحقيقي. هلأ نضرب، عندك أصفار تنزل، هاي 3 أصفار، ونضرب العدد 4 ضرب 5 20، إذا كم الجواب؟ 20,000.